عادت المفاوضات في الملف النووي الإيراني في فيينا، عادت بفرصة أخيرة لعبارة الفرصة الأخيرة التي استهلكت مراراً خلال الجولات السابقة. حاول إنريكي مورا منسق المفاوضات أن يشيع جواً من التفاؤل قائلاً إن الوفود عادت من عواصمها بتصميم على العمل بجد. لن يجد مورا من يشاركه التفاؤل أكثر من إيران، فكبير مفاوضيها علي باقري يؤكد أن إصرار الأطراف على مواصلة المحادثات يظهر تصميمها على تقريب المواقف. لكن لا يفهم من أين يستمد باقري التفاؤل بعد أن أكد الجانب الأوروبي أن كل ما قدمته إيران من مسودات لا يمكن أن يعتد به في المفاوضات، بل وذكر بتاريخ من التنصل الإيراني. إذن شيء من التفاؤل في فيينا، لكن الكثير من التشاؤم كان حاضراً هناك في واشنطن خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس. الأمر وصل إلى مناقشة الجانبين إجراء مناورات عسكرية مشتركة للتصدي لطموحات طهران النووية، حتى وإن فضلت الدبلوماسية قاء هذا الأمر تحت مسمى الخيارات الأخرى. لكن في إسرائيل ذاتها يتواصل العمل على الخيار العسكري بحسب هآرتس، بالتحديد على ضربة للمنشآت النووية. القدرة موجودة حالياً، لكن لا مانع من دراسة توسيع بنك الأهداف وزيادة التدريب وشراء معدات متطورة. إذن الضغط يزداد على إيران. الجاهزية الإسرائيلية لتوجيه ضربة تتضاعف، وإيمان واشنطن بإمكانية التوصل لاتفاق يقل، وأوروبا باتت أكثر شكاً في نوايا إيران. لكن هناك عامل آخر يضغط بقوة على طهران، الوضع الاقتصادي المزري، وربما لأجل هذا غلبت التخصصات الاقتصادية على تشكيلة وفد إيران المفاوض.